التحذير من داعش خراسان خرج من أمريكا قبل عام من الآن، لكن يبدو أنه لم يكن هناك الكثير من المستمعين لذلك. لنتذكر. If ISIS and Al-Qaeda are able to operate in Afghanistan without consistent or effective CT pressure, how long does the intelligence community assess it will take for either organization to reconstitute their external attack capabilities? We assess ISIS probably a year, slightly longer, and longer for Al-Qaeda. يبدو أن داعش فعلاً تمكن من شن هجومه الأكثر دموية في روسيا خلال هذه النافذة الزمنية. والآن لدي سؤال، أين سيكون الهجوم التالي؟ ربما الإجابة عند فرنسا التي تستضيف أولمبياد باريس في 26 من يوليو هذا العام وحتى 11 من أغسطس. ترى فرنسا في هجوم كروكوس سيتي تهديداً مباشراً وقد يعتبر وشيكاً أيضاً، وقررت رفع تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى مستوياته. ذلك يعني اتخاذ إجراءات استثنائية مثل تكثيف الدوريات المسلحة في الأماكن العامة ومحطات القطارات والمطارات وكذلك المواقع الدينية، وترفع فرنسا حذرها وهي تحمل ذكريات أليمة من داعش. ولعلكم تذكرون ذلك حين شهدت البلاد أعنف هجوم للتنظيم في أوروبا في عام 2015، حينها شهدت باريس سلسلة هجمات متزامنة تسببت في مقتل 131 شخص. والآن يقول ماكرون إن بلاده لا تزال هدفاً. هذه المجموعة بالذات التي يبدو أنها متورطة في هذا الهجوم قامت بعدة محاولات على أراضينا في الأشهر الأخيرة، ونظراً لتشعبها ونواياها كإجراء احترازي ومع الثقة والصلابة قررنا رفع مستوى التأهب الأمني الذي قمنا بتخفيضه في بداية العام والذي تم رفعه بعد الهجمات التي وقعت في أراس، وبالتالي فإن هذا إجراء متناسق. بالنظر إلى إعلان المسؤولية عن هذا الهجوم وحقيقة أن هذه المجموعة قامت بعدة محاولات للوصول إلى الأراضي الفرنسية